لي جدة والبالي لا تفرط فيه. لامي رشيدة. سلامة بنتي. دايرة؟ لاباس وما يسعليك. اللهم لك الحمد. داير مع هذا البرد؟ الحمد لله قتلنا البرد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد بنيتي البرد. الحمد لله. كاين البرد كاين البرد ولكن الحمد لله شكرنا وعاودناه بالشكر. الله يرحمنا بالشتا. الحمد الحمد لله على هذا الخير اللي عطانا ربي. عطانا ربي هذه الشتي وزوينة. اللهم لك الحمد. امي رشيدة كنشوف اليوم كاينة البلبولة. اليوم بنيتي ضلا خدامة وضلا نتشهق. ياك مع هاد البرد هذا هاد البرد بنتي تشهيت على البلبولة بالقديد الكرداس الكرداس بالبولة باش ناكلو نسخنو نديرو ماكلة ديال الشتا اليوم ورا البلبولة ديال البرد ديال البرد وديال الليالي حيت ديما في الليالي انا ديما دي كندير كسكسو ماشي على الجمعة كندير بالبولة ندير البنطاق هاد العام ما جاو كاع مولفة نشري البنطاق هاد العام ما كاينش من الكورونا لهنا ما كاينش كاع البنطاق هو درت البلبولة شهيتها ضلنا خدامه قلت نطيبها هنايا في الخدمه ونهزها ونديها معايا اش كنحتاجو امي رشيده هو اللي كنحتاجو بنيتي بسم الله توكلنا على الله كاينه بنيتي اول حاجه البلبوله البلبوله ايه كاينه بنيتي الكرداس كرداس وقديد هاك فيه الابيض وفيه الاحمر ديالي وديال مرات ولديها ها هو وحط طريفات ديال اللحم راسهم دايرهم مخلطين داكشي اللي لقيت في الثلاجه جبتهم كاينه بنيتي هنايا القرعه الحمراء القرعه كورجيت كاين هنا اللفت المحفور دايره اللفت الابيض واللفت الاصفر والمحفور والمحفور حتى هو درته ها هو اللفت المحفور لا باين هي بنتي هنايا كاينه الدنجال كاين خيزو وكاين الكرم هنا كاينه بصيله كاينه سميتها الربيع مقطع ديال الشحار اييه العطريه كاين سكنجبير كاين البزار وكاين عرق الزعفران عرق الزعفران اييه الملحه لا حقيتها لا الملحه القديد مالح والكرداس شاد الملحه ما كنديرش الملحه حتى كنبغي نسقي عاد كندور باش الا كان ناقص كنزيد المليح كاين الزيت كاين السمن كاين الفلفله حاره والربيع كاينه مطيشه محكوكه وغنزيد معلقه ديال مطيشه الحب ماشي دابا بعد ما عرفنا المقادير دابا بنيتي غادي نصب نصبي دابا يعني. نحيد دابا هاد البنزينه اول حاجه بسم الله توكلنا على الله غنديروا هذا الرزيق الكرداس والقديد طريفات ديال اللحم الراس قادهم هنايا بعد ما درت امي رشيده الكرداس ندير شويه ديال مطيشه غندير منها عي منها تنخلي الاخرى نديرها مع القرعه مع القرعه اليوم مطيشه الحك اليوم مطيشه الحك غندير شويه نقلي شويه نطيح بنيتي دابا الربيع الربيع ايه ندير البصيله ها هي كسكسو الشتا الكسكسو ديال الشتا العطريه ديالها ها هي توابل زويته هما داكشي هانتي بنتي ندير شويه د الماء باش ما تحرقش الماء ديقالو داكشي اي شويه فاش كيتقلى حيت يعدي الفرن مجهد دابا الفرن كبير مجهد هانتي بنيتي ها البريمه ديالنا نشعل عليها نشعل عليها باش تقلى وعاد نمرقها وندير الخضره ان شاء الله ونرجعوا لها يلا امي رشيده بعد ما تقلى وفيتو يلا فاصل ونواصل بين ما ندير بين ما رشيده دابا بنيتي انا خويتها هنايا باش غادي نغسلها والبرمه ديالنا هي كتشحر كتشحر وغادي نغسل البلبوله باش نحطها يلا تشرب تشرب هي دابا هي كن نديروها كنصفيوها من الماء ديالها وغنخويها هنا بنتي باش تشرب غسلتها في الطاوة باش
دابا تخليها تشرب مجموعه. تخليها تشرب. نخليها دابا تشرب هنايا تشرب بين ما نديرو الخضره وداكشي تكون شربات. عاد ردها طيب. عاد ردها طيب. حتى كتغلى البرمه وترمي الخضره. ندير الخضره وتغلى البرمه وعاد ردها حيت هي خاصها ثلاثه المرات ماشي بحال كسكسو الصغار. اذا تقلات لك ها هي البريمه ديالنا تقلات شحرات صحه. دابا غادي نبللها الريحه عاطيه زوينه ديال القديده. ندير لها المرقه ديالها ان شاء الله باش ملي تغلى ندير الخضر. بعد ما تغلى ديري ندير الخيزو واللفت. الخيزو واللفت كلشي ديال نقعه حتى الاخر. نقعه حتى الاخر. حتى الاخر حتى الاخر حتى ندير هي الاخر. يلاه انا بعد ما نقرا شويه فور التفويره الاولى وفتا ملي ديرت التفويره الثانيه غنحط ديريها باش ما تطيبش لينا الضرعه بزاف. بين ما غلات بين ما غلات دابا ودرنا غنديروا الخضره ان شاء الله. ملي البول قفل انا غادي نوريه ان شاء الله. فاصل امي رشيده البوله ديالنا فارت. دابا فارت الفوره الاولى. الفوره الاولى انا غادي نخويها باش نعاودو وندير القرعه بسم الله. ريحة الكرداس عاطية كنشمنا في هاد الريحة و... وباغا ناكل رشيدة غنديري القرعة. دابا غندير القرعة والدنجال حيت باقي تا هو مدرتوش تا هو كيطيب دغيا. وغادي نخوي هاد سميتو والفلفل الحار غنحيدها تعود تطلق لينا الحروريه دابا حتى الاخر حتى المره الاخرى عاد نديرو ديري فيها مطيشه ديال الحك. مطيشه الحك درتيها على هذيك اللي محكوكه. درتها على دابا ها دابا غنعاودو الكسكسو ديالنا بسم الله. بسم الله تبارك الله. كتبغي البلبولة الماء؟ لا كتبغي الماء انتي كتهز الماء. يا كل ما عطيتيها الماء كل ما كتجي الماء كل ما كتجي مزيانة. سخونه امي رشيده واش دفنا بيها اصلا مع هذا البرد. يلا بنادم يسخن يلا الصفرا باش بنادم نيت يدفى كاينه الصفرا بنتي. دابا نبقاو نرشو فيها ونبردو حتى حتى تشرب وتا تاخذ القياس ديالها ديال الماء. أمي رشيدة دابا هادي التفويرة اللخرة. التفويرة اللخرة هادي هي التفويرة اللخرة هادي هادي الشي طايبة. هادي التالتة. التالتة هي اللخرة. ها التفويرة التالتة هادي إن شاء الله يا ربي. دابا غندير شوي بشوي كيطلع ونعاود نزيدو. وكتزيدي ما نديرش كلشي في مره. بركه بركه تي فور يطلع فور هذيك عاد فين ما يطلع يطلع الفور كنلوح حتى نكمل حتى تكملي. ان شاء الله يا ان شاء الله نعلي بعدها. دابا انا غنحطو فين ما يطلع الفور غنزيد يا انا ديك الساعه نتلاقاو في التسقيه ان شاء الله. فاصل الكسكسو ديالنا وجد. دابا الكسكسو واجد ودابا حنا نحطوا الكسكسو ديالنا باش
بالبوله ماشي كسكسه، حنا دابا ولفنا نقولوا كسكسه. ايوا ولفنا يعني باش نسقيو ان شاء الله هذا ديالنا تشاركوا. المهم كتسقى. غنسقيو البلبوله ديالنا. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. ها البلبوله ديالنا واجده. وقيلة لهنا هادي الكسكاس في الجهه الاخرى والبرمه ديال البرمه حطها. بسم الله توكلنا على الله. ها البريمه ديالنا واجده. الريحه ام رشيده يا سلام، حب سهله وريحه السمن ومع هاد البرد هاد ومع هاد البوله. ايوا دابا توكلوا على الله نسقيو على بركه الله. على بركه الله. بسم الله توكلنا على الله. هانتي البلبوله ديالنا طايبه مبوخه طيب كنرخيو عليها في هذا الاخر. شتي شحال رخينا عليها؟ حتى الطريقه اللي كديري بها ديال الماء راه زوينه كطيبها دغيا وكت ايوه كتشبع ما مع راسها وكتبغي الماء باش كطيب مزيان. حيت دابا ملي كتغسلها انت كي كتبقى مفرطه ما كتجي لا تلصق لا والو. بحال هكا نغطيوها قياس اللي غتهز لينا القطعة. بسم الله دابا ما راه شدت تسقي هو الاول عاد تسقي هو الاول باش تهبط ليه المرقة حيت المرقة خاطرة. المرقة هي الاولى حنا دابا كنسليه. نجيبوش نجيبوك الرزيه. هانتي دابا بنتي ها القديد ديالنا باش نغطو عليه الخضرة. شي كايش هي ام رشيدة الريحة داكشي ديال البرد ديال البرد. هاتي معرخينا على الحنطة هاتي سايرين معاها. القصيحه ديالنا وديال البرد ديال البرد هات البلبوله بالكرداس ديال القريحه ديالنا بحال هكا. دنشات سخونة من رشيد. ايوا ولكن راه بنادم باش يدفى بهاد البرد لابد مع هاد البرد يلا الواحد يدفى. يلا يلا نسخنو. ايلا يلا نسخنو بنتي راه كتقاس الروبيني كي تكويك الما كرعة دكالية. تحية لدكالة. نزوقوا بالفلفلة بامي رشيدة. هذا هو الشكل النهائي ديال دابا هذا هو الشكل النهائي ان شاء الله يا ربي شهية طيبة للجميع. وكنتمناها لكل الحبيب والجميع الحباب كاملين وبالصحة والراحة لينا والمسلمين وجميع المسلمين. الشتا هذه والبرد هذا اللهم بصيحة بحال هذه سخن سهلة مهلة واخا تكون تا بالخضرة بوحدها. الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة أمي رشيد.